وبعد ما اضطربت معاكي. يعني انا اقعد طول حياتي ببرم في الاستديوهات وفي كل حته عشان بس اقول كلمه ولا اطلع اعدي كده بس، وهي من مكالمه تليفون تطلع في حلقه لوحدها. طب كانت خدتني معاها بدل اللقطه اللي معاها ده، على الاقل كنت اعرف اعمل كاروت كيك ولا اي حاجه كده شيك. انما لا طبعا هي تنفسن مني، لان انا لو رحت معاها هاكلها، هاكل منها الكاميرا، هسرقها منها كده. ميرسي ميرسي يا خالو قوي. لا حول ولا قوه الا بالله، والله والله يا بنتي مش انا اللي بعت لها الاوردر ده، عشان كده ربنا كرمها. ما انت عارفه خالتك محظوظه، كلمتهم بالتليفون ردوا عليها بعتوا لها. انت في الاخر برنامج طبيخ ما يليقش بمقامك. اه طبعا انا ما اني اطلع بظهري اخد سكينه في رقبتي. عامل لك ايه؟ ما انت اللي فقريه وحظك فقري. اذا ربنا يكرمك المره دي. يا ترى المره دي بقى انا هطلع مشنوقه ولا محروقه؟ لا المره دي حاجه مختلفه، حاجه جديده، فيديو كليب مع عمرو دياب اظن. لا يعني مش للدرجه دي، اقل من كده شويه. مهرجانات في مطرب شعبي عامل اغنيه جديده هتكسر الدنيا، الاغنيه دي هتتصور بكره، وطبعا ما ينفعش اشوف خير لبنت اخت حبيبتي واحرمها منه. يعني برضه يا خالو جايب لي شغلانه اطلع فيها صامته؟ يا حبيبه قلبي كل النجمات اللي انت شايفاهم في الساحه دول بداوا كليبات واعلانات، بس انت اعتمدي عليا المره دي. قولي يا خالو انا حلوه قدامك ولا وحش؟ قمر طبعا صوتي حلو وبعرف اغني ولا لا؟ ممتاز. بعرف ادي ادائي كويس ولا لا؟ ادائك طبيعي ومتميز. كتير عليا كتير عليا يبقى عندي فانز؟ اشمعنى اشمعنى مريم فارس مثلا عندها المريميز، مايا جاب عندها الديابرز، هيفا عندها الهيفاهوليك، اليسا عندها الاليسيانز، ليه ما يبقاش في يوم من الايام جروب فانز اسمه اللهيفة؟ ليه حلو؟ انا مش فاهم انت قلت ايه اساسا. عشان بقى حضرتك سوري معلش اولد فاشون، في جابه بين الاجيال، عشان كده انا هفضل قاعده مكاني هنا مبطوطه كده بتفرج على خالته بتطبخ في التلفزيون. في الاخر بقيت اولد فاشل. ورجعنا لكم تاني، وزي ما وعدتكم في اول حلقه معايا الضيفه اللي مشرفاني في الاستوديو دلوقتي مدام ابتهال، اللي هتقدم لكم أكلة بتقول إنها قعدت تفكر فيها مدة طويلة قوي 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 عشان تقدمها لكم. احنا على الهوا، احنا على الهوا، على الهوا. ايوه بتاري الدنيا طراوة. ايوه طراوة طراوة فعلا، من فترة عن اذنك شوية يعني. الناس شايفينها في ايه؟ في ايه؟ في ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي بتعمله؟ هضطر اطلع فاصل ونستعد لتقديم. بنت يا لهفة شايفاني يا لهفة؟ هنطلع فاصل ونعود بعد الفاصل مع مدام ابتهال واللي معاها. يا اعداد يا اعداد اسمعوني، انا قلت 100 مره ما تجيبوليش ناس من بره، انت جايبين لي كوارث كوارث. في كارثه معايا في الاستوديو هنا على وشك الانفجار، ومعاها داهيه داهيه لابسه لي بدله صاعقه. انا عايزه افهم بقى، انا عايزه افهم ايه اللي انت عملتيه ده بالظبط؟ ايه اللي انت عماله تعمليه؟ ويا لهفه لهفه لما تبقى تلهفك ان شاء الله. انا بس تعالى هنا تعالى هنا. ايه بس انا عايزه افهم ايه اللي انت عملته ده؟ يا مهلبيه انت، مهلبيه ايه؟ مهلبيه ايه؟ انت كلمت ولا ايه؟ بزياطك في البرنامج خلي الناس تشوفي. عمال رايح جاي رايح جاي، خيلتني مش عارفه اقول كلمتين للناس. وبعدين ايه؟ جعان جاي تاكل عندنا هنا، نازل اكل 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 اكل. بس احنا نقدم لهم مهلبيه انت يا مهلبيه. بس بقى يا ولد بوظ، ما ينفعش كده ابدا، ما ينفعش. اسكت يا عداد بوظ. حاضر حاضر على الهوا، من فضلكم اهدوا شويه. حاضر انا طالع على الهوا انا لوحدي، وبعدين انتوا. حاضر. اعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل. شايف يا بابا خالته بتعك قاعده بتعك بس. مدام ابتهال ايه اللي انت هتقدميه؟ ايه الكنوز ده؟ ايه ده؟ دلوقتي بقى وشها هيبقى محفوظ ولا محدش هيعبرني. هقدم النهارده. ايوه بصراحه طول ما انا جايه في الميكروباص. طبعا لازم يكون باص الميكروباص. يا سلام يا سلام، شايفه لهفه خالتك واكله الجو من مدام رجاء. ده صينيه جرى ايه يا خالو؟ ما احنا عارفين اللي فيها.
انا عايزه ريموت عشان انا هقلب خلاص مش قادر. ليه؟ اللي معاد المسلسل التركي. احنا ما صدقنا حد من العيله طلع في التلفزيون. والله ابتهال دي قروبه. وورق عنب وقلقاس وكوسه. يلا بضعت يعني الحمد لله. طبعا جاب كل مكونات الطبق اللي مدام بتهالها تقدمه لكم، وان شاء الله بالهنا والشفاء باذن الله. بعد ما تعملوا هتحطوه في الفرن زي ما قلت لكم، وبعدين هتنتظروا عليه شويه وربنا يقدركم باذن الله وتاكلوه. نطلع فاصل ثاني ونعود. بتعمل الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. مساعد ايه؟ ده المساعد. مساعد ايه؟ ده بيجي يعمل ايه بالظبط؟ انا هقوم انزل عشان عندي شغل، وانتوا بقى بعد ما تتعلموا احكوا لي اللي حصل. ماشي خيرو هنتعلم. خليكوا كده كلكوا طيبين قوي. تيبا دي ما بتنفعش في الوسط ده ابدا. وعايز افكر الساده المشاهدين اللي عايزين يتصلوا بينا على البرنامج على الهواء مباشره يتصلوا على الارقام اللي ظهر دلوقتي على الشاشه. بابا انا عايزه انام قوي كده، بس عليا النوم فجاه. انا هقوم وحضرتك بقى تبع خالته الحبوب الاموره دي وانا هبتفرج عليها في الاعاده. تصبح على خير يا حبيبي. انا هشوف الفاصل على الله يحطه ميكي ماوس. معانا اتصال. الو. ايوه يا استاذه رجاء، انا مش فاهمه يعني ايه الجديد في طريقه عمل المحشي؟ ما هي عملته زي ما كل الناس بتعمله عادي يعني. بصراحه يا استاذه الحلقه دي ما لهاش اي ثلاثه لازمه. لا الحقيقة ضيفتي ضيفة مميزة جدا جدا. يكفي انها مثلا بتقور البتنجان بايدها الشمال. مالك باصص يا جماله يا حلوياته يا ساتر يا رب يا حركاته يا زحليقه. ايه زحليقه دي؟ طيب احنا ايوه انت معايا لسه على الخط ولا ايه؟ انت بتسمي العك ده نجاح؟ بصي يا استاذة رجاء انا عندي افكار طبخ كتير جدا، لو استضفتيني الحلقه الجايه هعمل لك احسن من العك اللي الست دي عامله لك. الحلقه الجايه؟ مش لو البرنامج ما اتلغاش قبل الحلقه الجايه. طيب شكرا لاتصالك، متشكره قوي قوي قوي. ونطلع فاصل. لا استني استني قبل الفاصل. ايه انا الصوت ده مش غريب عليا، عارف مين دي؟ ايوه البت لهفة. يا لهفة يا عدوة النجاح اخس عليكي. ايوه والنبي يا لهفة سجلي الحلقة دي عشان هنعمل دلوقتي عيد ميلاد مدام رجاء الجداوي حالا. انا اسفة اسفة، هما الحقيقة اخدهم الحماس شوية. شفتي الموكوسة بتقول عليا ايه؟ خلاص خلاص من فضلك هنرجع بعد الفاصل. وسيدتي سادتي انستي يا محذبين يا قل قل لا 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 ده تالت عرب كده. انا افتكرتك يا الست دي مش هتطلع تاني من النهارده. مفيش رجاء. انا رجاء. ساندي عمران ازيك؟ يا لهوي ده انا ما عرفتكش، انت عرفتني ازاي؟ من خفه ايدك لما شفتي كنت بتاخدي علبة العصير الخالي من السكر وبتحطيها في شنطتك عرفتك على طول. طول عمرك ايدك خفيفة، لكن لسه ايدك خفيفة زي ما انتي. ايوه طبعا تربيتك. فاكر زمان لما كنت بتعلمني كمان اشرب من علبة العصير واحطها فاضية في الرف؟ يا سلام كانت ايام حلوة. فاكرة لما كنا بنتقفش كنا بناكل كل علقة وعلقة ما ياكلهاش حرامي في مطلع. وفاكرة أول مرة شفتك فيها لما كنت ساقطة في الإعدادية وقعدت تعيطي تعيطي، صعبت عليا خدتك من إيدك عشان أروحك، قمت وقعت مني في البلاعة اللي على راس الحارة، شديتك من إيدك طلعتك بالعافية، لقيت هدومك متقطعة، عرضت عليك إنك تطلعي الشقة عندي عشان تغيري هدومك، لكن أنت رفضت بكل إباء وشنن. لاحظتها بس عيليتي في نظري. ايوه ما انا ما رضيتش اطلع معاك البيت عشان كنت عارفه ان البيت عندكم مدروس وعيلتك مرطرطين كده، فقلت بقى الطلعه مش هتجيبها. ما ابدا كلهم كانوا في معسكر في مرسى مطروح. خساره يا دي الحظ الفقر، ده انا منحوسه طول عمري. بقول لك ايه، ايه رايك بقى اعزمك عزومه حلوه نتغدى وبعد ما ناكل ونحلي
تتلككي للراجل صاحب المحل وتدعي عليه انه بصلك بصه كلها تحرش، ونعمل له بوليكه ونهرب من دفع الحساب. الله، فكره حلوه قوي، بس للاسف بقى مش هينفع انفذها معاك. ابويا قفش عليا اليومين دول خالص، وحالب بقى لو اتاخرت هياخد مني العده. بابا، وابوك لسه عايش؟ ايوه. معنى كده ان انت لسه ما اتجوزتيش؟ لا، انا لسه انسه. إذا كان كده بقى يبقى تديني نمرة تليفونك وعلوانك والباقي عليا. بقول لك إيه، عندك سكر في البيت؟ عندي بس كله دايت، عايزة من ده. خد الرقم بقى، 011-41-36. ينفع اللي اتعمل فيا ده يا خالتي؟ ما كانش يومك يا بتاع، ما كانش. اتكلمي على نفسك بس طبعا، مش همك أنا. خرشبكوا كده لما يعيدوا الحلقه، هنشوف الضرب ده تاني؟ ضربي من وش يا ست انت، انا عفريت الدنيا بتتنطط. انا ولاد انا رصاكي رصاكي.